معنا. ان شاء الله. يا استاذ، كان ذكرنا صعب التصريح اللي على اساسه تم فتح بحث تحقيقي ضد عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر، شنو التصريح بالضبط؟ هذا معناها دخلتني في الاصل. اي انا جايين، انا جايين، ما باش الناس تبدا فهمتنا على شنو نحكي وشنو هو التصريح، وبعدها باش نمشيو بالطرف بالطرف. هو معناها التصريحات تقول إذا انا ما نعرفش هل انه صارت التصريحات هذه ولا ساعه، خاطر هذا مدون معناها في شكايه بعثتها ليزي وقالت هبطت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر لي والله ما نعرف انستغرام ولا فيسبوك، خاطر احنا حتى الاطلاع على اصل الملف معناها مازلنا على الصباح يا رباح كما يقولوا. هنا تقول معناتها هذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوعسكر وجماعته يتحدثون معناتها عن نسب 20 و30%، ويتحدث على نسب قبل الانتخابات، خاطر المجراب تهمزوا مرافقه. طبعا كل مجراب تهمزوا مرافقه جريمة. هما صرحوا في وقت معين قالوا راهو نسب المشاركة باش تكون بين 20 و30%. يا أخي هاي طلعت 8 من الأول 8.8، وبعد خرج الشيفر إكزاكت معناتها النسبة اللي قالوها اللي 11%. وتقول راهو عندها التدليس كي قفلة الصبات. هذه معناها تصريح سياسي ومعناتها تقدير سياسي في إطار نشاطها وعملها السياسي. أكثر ولا أقل هذا يتبنى عليه يضيق صدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فهمتني، في 13 مارس 2023، يضيق صدرها وتقوم بإيداع شكاية وتقول اللي الأقوال هذم والتصريحات هذوما صاروا في 27 جانفي 2023. وشكاية موجهة زادة ضد موقع بزنس نيوز، خاطر زاد تنسب له بزنس نيوز لأنه خرق الصمت الانتخابي، خاطر عاود معناها عاود تصريحات عبير موسي عاودها لو 28 معناها نهار 28، ويبدو أنه نهار 28 جانفي هو تاريخ الصمت الانتخابي سنة 23. يا سيدي هذا الكل عنده تقريب عام، معناها نجي واحنا في غفلة من الزمن وكيك معناها من غير معناتها من ما يعلمونا بدون سابق انذار. ويكلمني الفرع نهار الاربعاء العشيه مع ماضي ثلاثه ويقول لي تفضل يا استاذ راهو عندك معناها استدعاء لمناوبتك معناتها للمثول امام قاضي التحقيق. مشيت خذيت الاستدعاء ماضي ثلاثه، نلقى الموعد ليوم الخميس امس 9 نتاع الصباح. مشيت ماضي ثلاثه باش ناخذ نسخه ونطلع على الملف من عند سيد قاضي التحقيق، رفض انه يمكنني من نسخه من الملف باش نطلع. جيته من غدوه معناها يوم الحادثه البارح، وقلت له انا اصلا طالب تاجيل الاستنطاق والتاخير لاعداد وسائل الدفاع. يبدو انا عندكم في البلاتو حسب سمعت زميل محامي يعرف الكلمه السحريه المتكونه من 3 كلمات اللي هي اعداد وسائل الدفاع، وما ادراك ما اعداد وسائل الدفاع. وخلينا نطلعوا ونعدوا وسائل الدفاع. ما حبش يدون لي الطلب نتاعي هذا. الاستاذ عبير موسي كانت في حاله صحيه سيئه، عامله تاكيكاردي، ما نجمتش تطلع الدروج نتاع المحكمه، كانت تلهث تقطع على نفس، طلبت تحرير تسخير وتدوين معاينه حالتها الصحيه في محضر مستقل قبل الشروع في الاستنطاق في القضيه. احنا هكاك ويدخلوا اعوان الحمايه المدنيه ونكتشفوا انه سيد قاضي التحقيق كان بصدد تحرير محضر سبق استنطاق، واللي هو ما اسالها على حتى شيء ولم يستنطقها بحتى شيء، حتى هويتها مقتضبه. حاطت لهنا حاطت عبير موسي، الورك التاسيسات الوجوبيه للمحاضر ولبطاقات الايداع يلزم عرض الهويه وتكون الهويه كامله، معناها الاسم الثلاثي واسم الام الى اخره. معناها شكون قالوا ديجا اللي هي عبير موسي اللي مثلت قدامه البارح، ولا القضاء ولا يقضي بعلمه الخاص. يا سيدي برا نتجاوزوا. وفي سابقه تاريخيه عمرها ما صارت في تاريخ القضاء التونسي، عوان حمايه مدنيه في مكتب قاضي التحقيق وامامهم يصدر بطاقه ايداع. علاش سابقه تاريخيه؟ ما المشكل في هذا؟ اي وانا اعتبرت انه صدرت بطاقه ايداع في الطريق العام، ما تقولش عليه صار
حادث مرور في شارع محمد الخامس، وحضرت النيابه وحضرت الحمايه المدنيه معناها باش تسعف الناس اللي بالحادث، ومتعدي قاضي تحقيق صدر بطاقه ايداع هكاك في اشخاص هكاك. علاش؟ لانه القانون والمعايير الدوليه واللي تحب انت، حتى حد ما عنده بخلاف اصحاب الزي اصحاب الربا الكحله من محامين مقوضات ما عندهم الحق يتواجدوا في مكتب قاضي التحقيق اثناء الاستنطاق اثناء مباشره اعمال التحقيق. هذه عمرها لا صارت. فما استثناء وحيد انه يكون شخص اجنبي على معناه في التحقيق باش يجيبوا له المترجم، فوالا بالضبط هذاك الاستثناء الوحيد. في غير ذلك من الاحوال لا يمكن معناها باش يحضر في التحقيق الا المحامي الذي ينوب المظنون فيه وقاضي التحقيق وكاتب قاضي التحقيق وكهو يدخلوا معناها زي معناها النظامي وحاضرين هكايا واقفين يتفرجوا وهو يتلفت هكايا ويصدر بطاقة إيداع في حق الأستاذ عبير موسي. إذا معناها نخليه الرأي العام يحكم وحده على هالتجاوزات هذه وربي يقدر خيره. واضح. كيفاش تقبلت سيد عبير موسي علامها بإصدار بطاقة إيداع بالسجن؟ والله تقبلت يعني سمعنا بأنه كانت نية هناك الاعتصام في مكتب قاضي التحقيق هذا في تصريحات كريم كريف البارح. الاعتصام هذاك هي خطر لأنه البارح هيكل المهنة مشكورين تجندوا. نتوجه بالشكر للسيد رئيس الفرع الجهوي المحامين بتونس الأستاذ العروسي الجير، كذلك العميد حاتم المزيو تنقل زاد لمعاينة الحادثة والشيء هذا اللي صار. احنا عمره لا صار وأنه قاضي التحقيق يصدر بطاقة إيداع فهمتني بالسجن وأعوان حماية مدنية وأعوان الأمن معناها في مكتبه والباب مفتوح معناها متاع مكتب التحقيق. المهم فأحنا قلنا يا سيدي ملا يا سيد قاضي التحقيق رجاء تفضل حل محضر جديد في تلقي تصريحات في خصوص حوادث، وهذه التصريحات في خصوص حوادث جاء بها الفصل 72 من مجلس الإجراءات الجزائية، يعني أنه يتحتم على قاضي التحقيق أن يفتح محضر يدون فيه جميع الحوادث التي طرأت أثناء القيام بأعمال التحقيق. وصار هذايا معناها بعد عناء شديد وبعد معناها نقاش قانوني وتدخلت فيه الهياكل إلى آخره، فتفتح معناها المحضر هذايا. والمحضر هذا في خصوص الحوادث طبق الفصل 72 للإجراءات الجزائية سيكون له استتباعات قانونية لها أهميتها على وجه فصل الملف. أستاذ تعتبر هذا القرار سياسي في الأخير مش قرار قضائي؟ وطبعا كما ظهر لي كنت تقراه في البيان نتاع كنا نقراه في البيان رغم اني انا من حبذ ما حبذ تحكي في السياسه واضح في الامور السياسيه ظهر لانه بعد اقل من 48 ساعه من تجنيح القضيه الاولى ذيك نتاع مكتب الضبط هو انه عميد قضاه التحقيق نحى منها معناها جريمه الفصل 72 نتاع تبديل هيئه الدوله اللي عقوبتها الاعدام، واقتصر على جنحتين وستمثل قريبا خلال الاسبوع القادم امام الدائره الجناحيه. بطبيعه الحال هنا زربوا وعاودوا معناها الماكينه تحركت وتعديت معناها قضيه اخرى بعد اقل من 48 ساعه وصدرت فيها بطاقه ايداع وهكذا. اخر سؤال استاذ نافع العريبي، اثناء ذكرنا بقيه القضايا المرفوعه ضد عبير موسي. تو مازالوا ثلاثه قضايا اخرين نتاع ليزي مازلنا ما خاطرهم المجموع اربعه. انا عملت الجرد المره اللي فاتت وكان هذا صرحت فيه بتدخلي امامكم. وفما معناتها شكايه نتاع جمعيه حمايه المقدسات وهذوما مازال وشكايه محضر مباشر نتاع تخص اعتصام او وقفه احتجاجيه امام وزاره الخارجيه. هذوما نعرفوا اللي باش يتحل فيهم تحقيق لكن مازال ما عندناش موعد نتاع استنطاق. تعرفوا انه باش يتحل فيهم تحقيق واضح. اي نعرفوا خاطر وقع علامه وقع اعلامنا رسميا من طرف
استهداف للوكالة العامة إعلام بتتبع جزائي ضد محامي، معناها علموا به الفرع لكن مازال ما فماش موعد بتاع تحقيق. واضح، شكرا لك الأستاذ نافع العربي عضو الدفاع عن عبير موسيين.